بصي بالماتور منين بدك تروح؟ طريقه طويل بدك تلف عليه لف هيك لتجي. صورنا صور الورق يعني ما بيدخل في قلبها. لا انا بدي هون في خمسه مكتوب. من خلال الجولات الحقلية والكشوفات لوحظ هجمة شرسة للجراد والنطاطات وترافقت مع بداية ظهور السونة، فعملت مؤسسة عامة للبزار على منحيين توجيه أنظار منظمات لا تعنى بالشأن الزراعي من أجل تقديم الدعم اللازم من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة، والمنح الثاني هو استنفار كافة كوادر المؤسسة بفروعها حلب وأدلب وحماة من أجل تنفيذ هذه الحملة رغم الإمكانيات المحدودة الموجودة في المؤسسة، علما أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة والفاعلة التي قامت بتنفيذ هذه الحملة على مستوى الأرض، لذا نرجو من تضافر كافة الجهود من جميع الجهات الفاعلة على الأرض من أجل المساندة وتقديم الدعم اللازم من أجل تنفيذ حملة الرش بشكل كامل على جميع المحاصيل.